للحديث اكثر عن هذا الموضوع انضم الي من اسطنبول مراسل قناه 24 نيوز في تركيا ابو بكر ابراهيم اوغلو. يعني في البدايه ما هي اهم الملفات التي سوف تطرح بين سامح شكري وشاويش اوغلو، وهل حصل تقارب في الملفات ممكن ان نقول عنها الخلافيه كليبيا وكسوريا؟ فيما يخص هذه الزيارة فقد ربما أدت أكلها، وكما هو متوقع هناك الحديث اليوم رسميا عن إعادة السفارات ما بين البلدين، وهناك أيضا توطيد العلاقات الثنائية الاقتصادية والسياسية التي قد تأثرت خلال الفترة الماضية. لكن ربما يذهب البعض إلى أن هذه الزيارة أيضا تمهد للقاء رئيسي البلدين في الفترة القادمة، وهو ما تم الإعلان عنه قبل ذلك في خلال مونديال قطر عندما التقى الاثنان في نوفمبر 2022. تأتي هذه الزيارة أيضا للتنسيق في الملفات الإقليمية الشائكة، حيث تشهد الساحة العربية تطبيعا مع النظام السوري، وهو أيضا ما يتطلب معرفة كافة الملفات ما بين القوتين الكبيرتين مصر وتركيا. وتأمل تركيا من هذه الزيارة أيضا أن تؤدي إلى تعزيز العلاقات لمزيد من التواصل مع دول الخليج وكثير من الانفتاح الاقتصادي الذي يعيد بثمراته على تركيا في الفترة القادمة، خاصة وكما تعرف وسام فهناك المعارضة التركية تعول بشكل كبير جدا على الملف الخارجي لأردوغان، حيث تقول أن أردوغان قطع العلاقات مع كافة الوطن العربي. الآن هذه الزيارة ترد بقوة وربما تكون فرس الرهان لأردوغان للانتصار في الانتخابات القادمة في حديث بعودة عودة بحميمية. نعم، لكن إلى الدول العربية أبو بكر إذا سمحت لي، أبو بكر عفوا إذا سمحت لي عودة إلى الخبر في السابق، يعني صحيفة حريات تقول أن تركيا تجري الآن محادثات مع السعودية وقطر بشأن الملف السوري، هو ما خرج في هذه الصحيفة التركية حريات. ضعني في تفاصيل هذا الخبر باقتضاب. نعم، هذا الخبر نتحدث عن عندما تتحدث السعودية عن إعادة العلاقات مع النظام السوري باستقبال فيصل المقداد في جدة اليوم وأمس، هم يتحدثون عن عودة مع النظام السوري، وبالتالي هناك أيضا الحديث مع النظام السوري عن تطبيع العلاقات مع النظام التركي أو الدولة التركية. فبالتالي الملفات هنا متشابكة، وبالتالي تحتاج السعودية لتتشاور في تركيا حول ما وصلت إليه العلاقات بينهما، وكذلك مع قطر. قطر شريك استراتيجي لتركيا منذ سنوات، وبالتالي هناك أيضا نوع من التشبث لدى الموقف القطري تجاه عودة العلاقات مع نظام الأسد، وقطر تعارض بشكل كبير جدا عودة هذه العلاقات دون أن يكون هناك التزام من نظام الأسد بعودة إلى النظام الديمقراطي وفتح المجال السياسي في بلاده لعودة المعارضين دون التعرض لهم. وبالتالي هذا التنسيق التركي السعودي القطري هو من أجل يعني إعادة النظام السوري إلى المنطقة العربية والتشاور مع تركيا في هذا الشأن. نعم، أبو بكر إبراهيم أوغلو مراسل قناة 24 نيوز في تركيا، كنت معي في بث مباشر من إسطنبول، شكرا لك على كل هذه المعلومات.